التراب والعقيدة والشرف، ورافع مكافحا بالقلم والسلاح، يلقى اليوم مهنا رفاة شهداء مكدسة بغرف وأخرى داخل صناديق اقتراع. يحدث هذا بولاية برج بوعريريج. جاء القانون هذا متاع ترميم جبان الشهداء، جاو لهنا نحو الشهداء لك في الصنادق. نهار جاو ينحيوهم أنا بنسي عرض، قلت ما يديهمش البلدية، خليهم هنا عندنا مكان يروح البلدية يطولوا. الوفاء لازم هذا الشهيد الذي آثر الشهادة في سبيل الوطن على الحياة، لم يجد مقابله كرما حتى تحت التراب، وأكياس قمامة جمعت رفته، وأخرى طمست قبورها جراء الإهمال بولاية أم البواقي. ما تهروش، أيرضيك أنت أيها المسؤول باش باباك تدفن في صاشية نتاع القمامة؟ صاشية تاع قمامة تحط فيها يعني عظام تاع الشهداء أي بعار. ولم يجدوا إلا دموع هذا المجاهد الباكي على رفاق الدرب وما حل بهم. أرحم الشهداء، الله أكبر، الله أكبر، لا إله. لم ينتظروا مقابلا نظير ما قدموه إبان الثورة، فالوطن عندهم كان فوق كل اعتبار، كانوا أوفياء لقضية أمة، ولم يجدوا بعد مماتهم الوفاء، لا ليستذكروا مناقبهم، بل فقط ليحفظوا رفتهم. رحم الله.